صباح الخير واهلا بحضراتكم ومتابعه مستمره مع حضراتكم لاخبار الطقس. النهارده قالت هيئه الارصاد انه بيستمر ارتفاع درجات الحراره وبيسود طقس شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. مزيد من التفاصيل عن حاله الطقس اليوم وكمان حاله الطقس الاسبوع المقبل تنضم الينا الدكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه نسرين، واهلا بكل الساده متابعي اليوم السابع. يعني لو حضرتك تطلعينا عن اخبار الطقس النهارده وموجه الحر دي هتستمر لغايه امتى، وكمان متوقع درجات الحراره بالليل هتكون ايه؟ احنا طبعا زي ما احنا كلنا ملاحظين منذ نهايه الاسبوع الماضي واحنا في موجه شديده الحراره اثرت على معظم انحاء الجمهوريه، وصلت درجه الحراره العظمى على القاهره ما بين 40 و41 درجه، النهارده هتوصل ل 38 درجه العظمى على القاهره و43 درجه على جنوب البلاد، اما بالنسبه للسواحل الشماليه هتنخفض قليلا درجات الحراره وتصل الى 30 درجه مئويه على الساحل الشمالي للبلاد. ان شاء الله تستمر معانا الموجه الحاره دي مستمرة معانا حتى يوم الأحد القادم، لكن غدا الجمعة هيكون فيه انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة وتوصل ل 37 درجة العظمى على القاهرة، انخفاض طفيف، لكن طبعا هترتفع مرة أخرى يومي السبت والأحد وتصل ما بين 40 و41 درجة مرة أخرى يومي السبت والأحد، سواء على القاهرة والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية ترتفع درجات الحرارة ل 40 درجة، جنوب البلاد المتوقع تصل من 43 إلى 44 درجة مئوية. طيب طبعا هيستمر معنا حتى يوم الاحد ان شاء الله، لكن بدايه من يوم الاثنين هنبدا نشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هل من المتوقع ان تتكرر مثل هذه الارتفاعات لو عدينا الاسبوع المقبل؟ هل الاسبوع اللي بعده ممكن ترتفع وترجع تاني زي ما احنا شايفين بالانخفاض التدريجي؟ يعني هل ممكن ان تتكرر هذه الاحداث الجويه؟ طبعا احنا لسه في فصل الربيع، احنا بدأنا النص الثاني من فصل الربيع، وطبعا فصل الربيع بتسجل فيه درجات حرارة اعلى قيم ده، لكن رغم ذلك بتكون نسب الرطوبة منخفضة، فالحمد لله رغم ارتفاعات درجات الحرارة إلا أن الرطوبة منخفضة، وده بيقلل إلى حد ما من الشعور بالخنقة اللي بنبدأ نشعر بيها في فصل الصيف، لأن درجات الحرارة رغم أن هي ما بتكونش عالية، بتكون حوالي 37-38 درجة، لكن نسب الرطوبة بتكون عالية جدا وده بيزود الإحساس بدرجات الحرارة. فصل الربيع الحمد لله الرطوبة بتكون منخفضة، وده طبعا يعني خاصة أن احنا مع شهر رمضان وفترة الصيام أثناء النهار، فده الحمد لله ان الرطوبه منخفضه، لكن طبعا درجات الحراره عاليه بشكل كبير، وطبعا فتره الظهيره هي الفتره اللي بتسجل فيها درجات الحراره اعلى قيم لها، بتكون من حوالي الثانيه 10 ظهرا لحد طبعا الساعه الرابعه عصرا تقريبا، دي الفتره اللي بتسجل فيها درجه الحراره العظمى اللي هي اعلى قيمه في اليوم. طيب عظيم، اعلى درجات حراره ممكن ان تسجل في خلال هذه الايام، خلال ايام استمرار موجه ارتفاع درجات الحراره حتى انتهاء يوم الاحد، هتكون كام يا فندم؟ يعني القاهرة الكبرى ممكن تسجل ما بين 41 و42 درجة، جنوب البلاد هيسجل ما بين 43 و44 درجة، في بعض المدن زي مدينة الوادي الجديد، محافظة الوادي الجديد وطبعا محافظة الخارجة بتسجل درجات حرارة مرتفعة ما بين 43 و44 درجة، السواحل الشمالية هتصل إلى 40 درجة مئوية. طيب نقدر نطمن بالشكل ده ان خلال ايام العيد درجات الحرارة هتكون المتوسطة مش المرتفعة زي ما احنا بنشوفها اليومين دول يا فندم؟ ان شاء الله اثناء ايام العيد هتبدا تنخفض درجات الحراره، هتبدا الانخفاض هيبدا من يوم الاثنين وهيستمر معانا حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، وايضا هيكون في فرص امطار مع نهايه الاسبوع على بعض مناطق متفرقه من الجمهوريه، يعني يمكن يوم الاحد هيكون في بعض فرص امطار على بعض المناطق من جنوب سيناء والسواحل الشماليه، وطبعا احنا مع حضراتكم يعني اي تجديد او اي تحديث في الخرائط بنعلنه مع حضراتكم. اكيد. يعني حضرتك ذكرتي ان ما فيش اي ظواهر مصاحبه لدرجات الحراره المرتفعه زي الرطوبه، صح كده يا فندم، ولا احتمال يكون في موجود في الايام دي؟ لا هو ما فيش رطوبه، لكن يعني يوم الاحد نقدر نقول ان هيكون في فرص امطار، يوم السبت هيكون في نشاط رياح على اقصى غرب البلاد، ده هيكون مثير للاتربه على اقصى غرب البلاد، وطبعا بتنخفض معاه الرؤيه الافقيه، طبعا على بعض مناطق من الجمهوريه نشاط رياح بيكون موجود، ده بيلطف الى حد ما من الاحساس بالحراره وخاصه في ساعات الليل والصباح البكر. طيب اهم النصائح اخيرا خلال موجات الحر يا فندم؟
هو أهم حاجة طبعا احنا بنأكد عليها عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر حتى بعد العصر، وطبعا لو مضطرين للخروج أو التواجد تحت أشعة الشمس لازم يكون معانا كاب أو شمسية. طبعا مهم جدا الملابس تكون قطنية وفاتحة، وأثناء فترة السحور نتناول المية بكميات كبيرة والمرطبات، ونبعد طبعا عن المواد السكرية والأملاح تجنبا للعطش أثناء فترة الصيام. الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز استشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا لانضمامك العافية لنا. يا شكرا. فندم، شكرا لحضرتك. حابة أستعرض مع حضراتكم كمان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، أسوان 43 العظمى والصغرى أخيرا 28 درجة. بشكركم على طيب المتابعة، وانتظرونا في كل جديد على شاشة التلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.